وهناخد اكزامبل تاني على اللويس ستراكشر. بيسألني هنا هو تقول لي write lewis structure for a CO3 وعليها a 2 negative charge. ناخد بالنا عليها 2 negative charge وما ننساهمش. طب تعال نبدأ. أول حاجة بنعمل إيه؟ بنطلع التوتال valence electrons. يبقى نمسك أول حاجة الكربون، هنطلعه للفالنس إلكترون. الفالنس إلكترون للكربون، أنا عندي الكربون 1 أتوم وموجود في الجروب كام؟ جروب 4. يبقى في الآخر كام الفالنس إلكترون له؟ اللي هي 4. تعال نروح للأو الأكسجين. أدي الأكسجين عليها 3 أتومز، أو موجود عندي 3 أتومز، موجود في أي جروب؟ جروب 6. يبقى 3 باي 6، 3 في 6 بكام؟ 18 بي تي. تعال نحسب بقى التوتال مع بعضه. يبقى التوتال فالنس الكترونز كام؟ 4 زائد 18، 4 زائد 18 طلع كام فالنس الكترونز؟ 22 فالنس الكترونز. لكن ما ننساش حاجه، فاكرين ال 2 نيجاتيف تشارج؟ ما ننساهمش، لازم نجمعهم. يبقى اذا في الحاله ديت انزل عندي ال 2 نيجاتيف تشارج، يطلع لي كام التوتال فالنس الكترونز؟ 24 الكترونز او فالنس الكترونز. كده حددنا ايه؟ التوتال فالنس الكترونز. الخطوه الثانيه نعمل ايه؟ نشوف فين السنترال اتوم. فين السنترال اتوم مع بعض؟ يلا كده السي هي السنترال اتوم، يبقى نرسم اول حاجه السي سنترال اتوم. حواليها كم اتوم الاكسجين؟ 3 اتومز، ادي 1 3 2 3، يبقى 3 اتومز في الاكسجين. يبقى حددنا السنترال اتوم. بعد كده بنعمل ايه؟ بنرسم السنجل بوند. هنعمل انا سنجل بوند، ادي 1 سنجل بوند، 2 سنجل بوند، 3 سنجل بوند. يبقى ايه؟ رسمنا السنجل بوند. طيب استهلكنا كم الكترونز فيها؟ يبقى احنا دلوقتي خلص مننا كم الكترون؟ 6. يبقى 6 ادي 1 2 اهي 3 4 5 6 الكترونز. يبقى دول ايه؟ 6 الكترونز. نبدا نعد بقى ال 6 الكترونز ونرسم الدوتس لحد ما نوصل الى كام؟ ايوه 24. صح سامعكم. تعال نبدا نرسم. هنبدا نرسم هنا اهوت، ادي 1 الكترون 2 الكترونز 3 الكترونز 4 الكترونز، وحد ما نوصل الى هنا اهو يبقى بيطلعوا لي في الاخر بالشكل ده. يبقى نعدهم كده. بعد ما نخلص رسم الالكترونز هنلاقي ان عندي ادي 1 2 3 4 5 6 لحد ما نوصل لهنا، يبقى ده ايه؟ محقق الاوكتيت رولز. وده كمان ايه؟ حوالي 8 الكترونز، محقق الاوكتيت رولز. هنا كمان عنده حوالي كام؟ 8 الكترونز. زي ما احنا عارفين ان كل سنجل بوند بكام؟ 2 الكترونز. لكن السي مش معاها الاوكتيت رولز، مش ستيبل اوكتيت. يبقى لازم اعمل ايه؟ افكر لها ازاي اخلي حوالين الكربون اهوت ايه؟ 8 الكترونز. هعمل ايه؟ اروح هنا اهوت احول ال 2 الكترونز ده هم الى ايه؟ دبل بوند. يبقى انا اهوت هنزل كده اهو وارسم هنا اهوت دبل بوند والغي التو الكترونز اللي هنا. يبقى حقق لي ايه؟ الاكسجين هنا حواليها 8 الكترونز، والكربون هنا كام؟ حواليها ايه؟ 8 الكترونز. تعالوا نشوف بقى هنا كده. المفروض الشكل النهائي يطلع لي بالشكل ده. يبقى اذا هنا اهوت لو عملتها يبقى ده الدبل بوند، وده كام؟ حواليها 4 4 الكترونز حره، وعندي الدبل بوند عندي. يبقى محقق في الاخر ايه؟ اللي هو ستيبل اوكتيت. وتعالوا نشوف اكزامبل تاني على اللويس ستراكشر عشان نثبت المعلومه. الموضوع سهل وما فيهوش اي حاجه، وهنا بنكرر بس الاكزامبلز عشان نقدر نحفظها، ولو جات لي في الامتحان نقدر نحلها. بيقول لي ايه؟ رايت لويس ستراكشر فور ان اتش 3. عايز يرسم اللويس ستراكشر لمين؟ لل ان اتش 3. سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه. يلا نحلها مع بعض. يلا اول حاجه بنعملها ايه؟ صح تمام، بنحدد التوتال فالنس الكترونز. اول حاجه نحدد للN الفالنس الكترونز، ادي الN. ادي النيتروجين كم اتوم؟ 1. موجود في جروب كام؟ جروب 5. يبقى التوتال فالنس كام له؟ او الفالنس الكترونز له كام؟ 5. نروح لمين؟ للH. الH الهيدروجين 3 اتومز اوف هيدروجين، موجود في اي جروب؟ جروب 1. يبقى الفالنس الكترونز كام؟ 3. يلا نجمع الاثنين مع بعض، يبقى التوتال فالنس الكترونز كام؟ يبقى الاثنين مع بعض يطلعوا لي ايه؟ 8 فالنس الكترونز. الخطوه الثانيه نحط ايه؟ السنترال اتوم. السنترال اتوم فين؟ ايوه سامعكم صح مظبوط، الN سنترال اتوم. انا السنترال اتوم الN، حواليها كام هيدروجين؟ 1 2 3 هيدروجين. طيب نرسم بعد كده ايه؟
صح مظبوط. السنجل بوند، ادي السنجل بوند، 1 سنجل بوند خدت 2 الكترونز، 2 سنجل بوند، 3 سنجل بوند، يبقى عندي ايه 3 سنجل بوند خدت 5 الكترونز، كل سنجل بوند من دول بكام؟ ب 2 الكترونز، ب 2 الكترون. يتفضل لي كام من الثمانيه؟ هنعدهم كده 6، يبقى فاضل 2. طب الاثنين احطهم فين؟ احطهم على هيدروجين ولا نيتروجين؟ هنا نقول لا، الهيدروجين لا ما اقدرش تحط عليه ايه 2 الكترونز فري الكترونز، يعني او 2 الكترونز حري. طبيعته او النيتشر للهيدروجين انه بس ايه ياخد سنجل بوند و2 الكترونز. يبقى اذا الاثنين اللي فاضلين احطهم ايه؟ ايوه على الN. يبقى هنا ده واحد على الN واثنين على الN. يبقى اذا الN عملت لي كام؟ حواليها ايه 8 الكترونز، والH عندي كام؟ هنا اهوت عامل سنجل بوند. يبقى ده ايه؟ حققت الاوكتيت رولز اللي هو ستيبل اوكتيت. وتعال ناخد اكزامبل كمان. بيقول لي ايه هنا في الاكزامبل ده؟ عايز يرسم اللويس ستراكشر فور ايه؟ ال NH4 وعليها ايه؟ 1 بوزيتيف تشارج. تعال نعملها، اول خطوه بنعملها ايه؟ بنحدد التوتال فالنس. اول حاجه هناخد ال N، ده ال N 1 5 يطلع لي كام؟ 5. ادي موجود عند 1 اتوم في جروب 5 ال N، يطلع لي كام التوتال؟ 1 في 5 يطلع لي كام؟ 5. ال H، ال H 4 اتومز موجوده في جروب 1 نضربهم في بعض يطلع لي كام؟ 4. تعال نعمل توتال لهم، 4 زائد 5 كام؟ يطلع لي نواه، يبقى عندي ايه توتال فالنس كام؟ 9. يبقى 9 ايه الكترونز. طب ما ننساش ان عندي ايه 1 بوزيتيف تشارج، يبقى هنعمل ايه التوتال؟ هنروح نحط هنا اهوت ونشيل من التوتال فالنس اللي انا طلعتها ال1 الكترون، يبقى ناقص 1 الكترون اللي هو البوزيتيف تشارج، يبقى طلع لي في الاخر التوتال فالنس كام؟ 8 الكترونز. طلعنا التوتال فالنس الكترونز، مهمه جدا الحته دي عشان اطلع الفالنس الكترونز او التوتال فالنس الكترونز. هنحدد بعد كده ايه السنترال اتوم اللي هي الذره المركزيه. فين الذره المركزيه؟ الN هي السنترال اتوم، ادي الN. بعد كده ارسم ايه الفور هيدروجين حواليها، ادي الفور هيدروجين موجودين اهم. هنعمل بعد كده ايه السنجل بوند، ادي 1 سنجل بوند، 2 سنجل بوند، 3 4، كل واحده ب 2، يبقى احنا رسمنا كام؟ يبقى خلصنا ال 8، ما فيش اي ايه فري الكترونز. سهلين وفهاش اي حاجه، نكررهم اكتر من مره او نرسم واحده 2 3، وصلنا الى اللي احنا عايزينه ونقدر نحل اي واحده بعد كده على اللويس ايه استراكشر. تعالوا ناخد اكزامبل على الرايت لويس استراكشر. هناخد اكزامبل عندي اللي هو الاتش ان او 3. اول حاجه بنعملها عشان ارسم الدايجرام لويس دايجرام، بعمل ايه؟ بجيب التوتال فالنس الكترونز. يبقى هنا اول حاجه عندي اتش وان واو. طب ناخد الاتش، الاتش عندي هنا كام؟ 1 اتوم، 1 اتوم في جروب كام؟ جروب 1. يبقى 1 في 1 يطلع كام؟ 1. ده الفالنس الكترونز الاولاني. بعد كده ناخد الان، هذا الان، الان عندي كام 1 اتوم؟ 1 اتوم موجود في اي جروب؟ الجروب 5. يبقى 1 ملتبلاي 5 يطلع كام؟ 5، 5. طب ناخد الاو، هذا الاو، الاو عندي 3 اتوم في اي جروب؟ في الجروب 6. 3 ملتبلاي 6 يطلع كام؟ 18. تعال نجمعهم بقى كلهم مع بعض عشان يطلع لي التوتال فالنس الكترونز، يطلعوا كام؟ 24. اهو 1 زائد 5 زائد 18 يطلعوا كام؟ 24 فالنس الكترونز. طب بعد كده تعال نحدد السنترال اتوم، فين الذره المركزيه؟ الذره المركزيه عندي هي ال N، ادي ال N اللي هي ايه؟ الذره المركزيه. طب تعال نرسم الباقيين حواليها، عندي ادي ال H وادي 3 O الهيدروجين وادي الاكسجين. طب حددنا الذره المركزيه، هنبدا نعمل ايه؟ السنجل بوند، هنرسم السنجل بوند. السنجل بوند لما رسمناها يبقى استهلكنا فيها كام الكترون؟ يبقى 8 الكترونز. اعد نعدي مع بعض، اعد 1 2 3 4 5 6 7 8. نبدا نعد من بعد ال 8 بعد ال 8 الكترونز لحد ما نوصل كام؟ لل 24، ونحط دوتس حوالين كل اتوم. نبدا مع بعض، يبقى ده ايه؟ بعد ما عدينا استهلكنا 8 يبقى 9، هذا 10، هذا 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، هذا 19، 20، 21، 22،
23 24 يبقى هنا ايه كملنا بقيه ايه الالكترونز حواليها. طب نشوف كده ونتاكد هل احنا حققنا الاوكتيت رول. تعال نشوف بالنسبه للاكسجين بحقق الاوكتيت رول دبل بوند بفور وحواليها 4 الكترونز هنا كمان هنا كمان، لكن الان الان مش بحقق الاوكتيت رول مش ستيبل، يبقى لازم اعملها ايه افكر لها بحيث ان انا اخليها حواليها 8 الكترونز حواليها لحد دلوقتي 6 الكترونز. انا هعمل ايه هنا هو احنا هنشيل من هو 2 الكترونز ونعمل ديت دبل بوند عشان يحقق لي ايه الاوكتيت رول. لو عديناهم بقى مع بعض هنا هتلاقي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى في الحاله ديت ان ايه حققت ايه الاستيبل اوكتيت. تعال نمسحها زي ما احنا ايه قلت لكم عشان احطها لكم بطريقه احسن. ده مسحناها وبعدين عندي دوت ايه ادا الالكترونز بالشكل ده موجود عندي. طب تعال نرسمها بقى ايه بالشكل اللي انا قلت لكم عليه لما نحقق الدبل بوند اهو. يبقى الشكل النهائي هو ده الشكل الالكترون، ولما نشوف هنلاقي ان فعلا حواليها حقيقه الاوكتيت رولز حواليها ايه 8 الكترونز.